فقد عالم البحث التاريخي إحدى أيقونته التي بصمت بأبحاثها على تاريخ منطقة الريف أثناء الاحتلال الإسباني، لدرجة أصبحت مرجعا لكل باحث في الموضوع، الفقيدة ماريا روسا دي مادرياغا، مؤرخة وباحثة وكاتبة إسبانية، أنجزت أعمالا مهمة تتعلق بتاريخ المغرب، وهي تهتم كثيرا بتاريخ العلاقات الإسبانية المغربية، وخصوصا الفترة المتعلقة بالحماية الإسبانية في شمال المغرب. كان لها باع طويل في البحث التاريخي في الزمن المعاصر، وواحدة من المؤرخين المشهودة لهم بدراساتهم حول تاريخ الريف. وفي إحدى حواراتها قالت أن الأمر الذي جعلها تتخذ من منطقة الريف موضوعا للبحث هو أمر مرتبط بشخصية عبد الكريم الخطابي، الزعيم الريفي الذي انتفض ضد الاستعمار الإسباني. وقد أقرت من خلال أبحاثها أن الزعيم الراحل محمد بن عبد الكريم الخطابي لم يكن انفصاليا كما تحاول بعض الجهات أن تجعل منه، وتؤكد إعلان الخطابي للجمهورية الريفية سنة 1922 كان يهدف بالضغط على السلطان المولى يوسف، الذي وجهها له الخطابي عدة دعوات لمساعدة الريفيين على مقاومة الاحتلال الإسباني. كما أكدت أن محمد أمزيان لعب هو الآخر دورا كبيرا من خلال جهاده ومعارضته للسيطرة الاقتصادية للمعمرين التي تميزت بمصادرة الأراضي بشكل مكثف والاستحواذ على ثروات البلاد، دون أن تنفي وثائق تشهد أن قبائلا كانت تعتبره سلطانا وتقدم له البيعة. أما بخصوص ملف الغازات السامة، فقد قالت المؤرخة الإسبانية ماريا روزا دي مادرياغا أن استعمال الغازات الكيماوية أصبح واقعا وحقيقة، حيث استعملت لأول مرة بتاريخ 5 يونيو 1923 بتيزي عزة بتمسمان قبل أن يبدأ الطيران الحرب الإسباني في قصف قرى الريف أشهرا بعد ذلك. وعن مشاركة الريفيين في أتون الحرب الأهلية الإسبانية ما بين 1936-1939 تحت لواء الجنرال فرانسيسكو فرانكو، أشارت إلى أن تجنيد هؤلاء الذين أطلق عليهم مغاربة فرانكو كان دافعه تحسين موارد العيش، بل وارتفعت أصوات وسط سكان الريف تدعو إلى عدم المشاركة والالتحاق بجيش فرانكو. والراحلة حاصلة على الإجازة في الفلسفة والآداب من جامعة مدريد، وعلى دبلوم اللغة والأدب العربي من المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية بباريس، وعلى شهادة الدكتوراه في التاريخ جامعة باريس، وسبق أن اشتغلت كموظفة دولية مدة 4 سنوات بمنظمة اليونسكو. من أهم مؤلفاتها إسبانيا والريف، أحداث تاريخ شبه منسي، المسلمون الذين جلبهم فرانكو، ثم مغاربة فرانكو سنة 2006، وخندق الذئب، حروب المغرب، ثم عبد الكريم الخطابي والكفاح من أجل الاستقلال سنة 2010، وأخيرا حرب إفريقية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.